أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: من خرج من البلد ونوى أكثر من مسافة 80 كيلا، لكنه راجع في يومه، هل يجوز له أن يقصر الصلاة ويجمعها مع الأخرى؟ نعم، لأنه مسافر ولو كان بيرجع لآخر اليوم، لأنه مسافر وهو بحاجة إلى الرخصة. نعم، فيقصر ويجمع في ذهابه وفي رجوعه. نعم.